Hello, how are you? مرحبا مرحبا بكم. يعني خليني في البداية أسألك عن الفترة اللي أنت لعبتها في تشيلسي، بتهيألي فترة من أكتر فترات تألقك في الملاعب، نجحت في التواجد بشكل أساسي، نجحت في تحقيق أرقام كبيرة جدا مع تشيلسي سواء من حيث المشاركة أو التأثير. أهم نجوم اللي ارتبطت بيهم في الفترة دي، وإيه كانت أسباب نجاح تشيلسي في الوقت اللي أنت لعبت فيه في صفوف البلوز؟ نعم نعم، هذا من السهل كثيرا أن أتكلم عن هذا الأمر، لأن وكان أهم لحظة لنا حينما فزنا بالألقاب، حينما فزنا بالكأس في عام 1998، وحينما فزنا أيضا على ريال مدريد في الشامبيونز ليج. كانت هذه لحظات كبيرة لي مع تشيلسي. لماذا يعاني تشيلسي من وجهة نظرك، على الرغم منه وتحت قيادة توماس توخيل من حوالي موسمين قدر انه يحقق لقب تشامبيونز ليج، يمكن على مستوى الميركاتو الموسم الحالي بيعد مش بس على مستوى انجلترا، على مستوى اوروبا كلها اكثر نادي من حيث قيمة التعاقدات، عدد كبير جدا من الصفقات والاسماء. في رأيك لماذا لم تنجح تجربة تشيلسي في الموسم الحالي؟ لأنهم غيروا المشروع، غيروا الفكر، لا يعتمدون على لاعبين ذوي خبرات، مجرد لاعبين شباب بمهارات عالية، ولكن لا يوجد ما يربطهم معا. هذا جيد، حسنا أن يكون لديك مهارات، ربما يكون هذا أمر جيد، ولكن يجب عليك أن تفوز، يجب عليك أن تثبت هذا، وإلا فلا شيء حدث. تفسيرك إيه الفكرة أنه ورغم القوى الاقتصادية اللي بتمتع، مش بس القوى الاقتصادية وكمان الشعبية، سواء كنا بنتكلم على مدينة زي مانشستر أو العاصمة لندن، بنتكلم على نادي بحجم تشيلسي وتاريخه، نادي بحجم مانشستر يونايتد يعتبروا الأكثر إنفاقا، الأقوى اقتصاديا، لكن معاناتهم مستمرة لسنوات وسنوات. هل القصة تختزل بس في فكر الإدارة ولا في أسباب تانية؟ الأمر مختلف بين مانشستر يونايتد وتشيلسي. فتشيلسي في السبعينات قد بدأ أن يتحسن ويفوز بالألقاب، وأيضا في فترة قدوم أبراموفيتش ومورينيو كانت هذه فترة زاهرة للفريق، قد فازوا بالبطولات، ولكن الأمر اختلف. الآن لديك إدارة مختلفة، لديك فكر مختلف. إذا أردت أن تعيد هذه الأمجاد يجب عليك أن تعمل، يجب عليك أن تدمج هؤلاء اللاعبين الصغار مع لاعبين ذوي الخبرات، ولكن مانشستر يونايتد الأمر مختلف. مانشستر يونايتد لديهم إدارة مختلفة تماما، يعملون بشكل جيد. لذلك سؤالك بالنسبة لي اللحظات التي يمر بها تشيلسي مختلفة عن مانشستر يونايتد. طيب خليني أسألك على تجربة مو صلاح الحقيقة، اللي بدأت في إنجلترا مع تشيلسي وتحت قيادة واحد من المفترض أنه من أفضل المدربين في العالم، لكنها لم تلقى النجاح، وإن كان في نفس الدوري ولكن مع ليفربول وتحت قيادة يورجن كلوب تفجرت مواهب محمد صلاح ليصبح واحد من أهم اللاعبين في العالم. من وجهة نظرك ليه ما استفادش تشيلسي من صلاح في بداية مشواره، وإيه سبب نجاحه وتألقه مع ليفربول؟ التوقيت، توقيت متى يلعب اللاعب. حينما وصل إلى تشيلسي كان شابا، وصل إلى نادي يفوز بالمباريات، وريد أن يفوز بالألقاب، ولنقل بين الأقواس أن محمد صلاح لم يستطع أن يصبر. كان تشيلسي يعمل تحت قيادة مورينيو، ولكن حينما عاد محمد صلاح أصبح مذهلا، أصبح مثالا للاعب المحترف المتطور، هو الآن رمز من رموز إنجلترا. مقارنة تانية أو علامة استفهام تانية تبدو محيرة. بوكيتينيو نجاح كبير جدا مع توتنهام، ومن بعدها كان عليه طلب كبير جدا وخد تجربة بي اس جي. توماس توخيل نجح بشكل كبير جدا مع تشيلسي، وعلى العكس الصحيح بوكيتينيو لم ينجح مع تشيلسي، توماس توخيل لم ينجح
مع بايرن ميونخ، هل تؤمن بنظريه الكيمياء او انه يبقى فيه مدرب عنده القدره على النجاح في تجربه ما واخفاق في تجربه ثانيه، رغم ان الامكانيات في الانديه ممكن تكون متشابهه سواء من ناحيه اللاعبين سواء من ناحيه الجماهيريه والشعبيه؟ اي فوندامنتا اسكي بالطبع بالطبع، ولكن لا تعرف في البداية بما سيقول إليه الأمر. الأمر يعتمد على العمل، يعتمد على العقلية، يعتمد على مشروع الإدارة، وأيضا اختيارك للمدير الفني الموفق واختيارك للاعبين المناسبين. لذلك وهذا الأمر لا يعتمد على نادي بحد ذاته، ولكن يعتمد على كل الأندية. كما ترى في أرسنال ومانشستر سيتي، إذا وفرت الإقامة الجيدة، وفرت التدريب الجيد، وفرت الانسجام بين اللاعبين، وأحيانا عقلية المدير الفني تكون صعبة، فتغير المجتمع، تغير الثقافة، كل هذا يحتاج إلى وقت، ولكن النادي يجب عليه أن المدير الفني يجب عليه أن يتأقلم مع هذه الصعاب ليؤدي أداء مذهلا ويخرج بالنتائج الممتازة. قبل ما أسألك السؤال اللي جاي، هل تتفق معايا أن الدوري الإنجليزي هو أقوى دوري على مستوى العالم؟ نعم دعم تماما. المفاجأة الحقيقة أنه أقوى ثلاث أندية في إنجلترا الموسم الحقيقي أو الأندية اللي بتنافس على بطولة الدوري الإنجليزي، بتكلم على المان سيتي، بتكلم على أرسنال، بتكلم على ليفربول، كلها فشلت أو أخفقت في استكمال مشوارها في بطولات أوروبا، سواء اليوروبا ليج مع ليفربول أو الشامبيونز ليج مع الأرسنال ومع السيتي، رغم اعترافي الحقيقة بقوة الأندية الإنجليزية. بنتكلم على مستوى النجوم، بنتكلم على مستوى المدارس التدريبية أو أسماء المدربين، بنتكلم على الإمكانيات الاقتصادية، بنتكلم على المنافسة المستمرة على مدار الموسم، هو بالتأكيد أفضل دوري. تبرر بإيه أو تفسيرك إيه فكرة خروج الأندية الإنجليزية من كل البطولات الأوروبية للموسم الحالي؟ لأن في البلاد الأخرى لديك أندية أقوى، لديك أندية قوية على المستوى الفردي. ريال مدريد في حد ذاته في البطولات الأوروبية هو ملك البطولات الأوروبية، هو ملك اليويفا تشامبيونز ليج، فبالتالي كل عام لديك منافسة صعبة مع ريال مدريد. إذا تأهلت ووصلت الأدوار الإقصائية والأدوار النهائية ستجد ريال مدريد أمامك، فبالتالي لا يوجد مكان لك إذا كان أمامك ريال مدريد، فالأمر صعب. ورأينا الآن بايرن ليفركوزن، هل تظن أن هذه المجموعة ستستطيع أن تنافس كل عام؟ بالنسبة لي بريمير ليج هو الأفضل في العالم. طيب جوز بويت، تسمح لنا بفاصل سريع.